متضايقة ما؟ وحاسة إنك بتكرهي أبوكي ما هيك؟ بابا! 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 بابا أنت منيح؟ طالما أنا عندي بنت مثلك ظريفة وحنونة أكيد رح كون منيح. بنتي اعتمدي، يا بتوثقي فيني يا ما بتوثقي. شفتي شو عملت؟ أنا بوثق فيك وبعرف إنك ما بتتمني إني أوقع ولا بتتركيني، بس السؤال الأهم، يا ترى بنتي بتحبني وبتوثق فيني مثل ما أنا بوثق فيها، ولا في عندها شك فيني؟ بتعرفي أنا أحياناً ما بعرف وصل لك مشاعري، ما بقدر أبكي، بس هذا ما بيعني إني ما بنجرح وما بزعل كمان. اسمعيني، أنا بحس إنه ما حدا بهالبيت فهمان علي، والحقيقة أنا معلق كل آمالي فيكي يا بنتي، وفكرت إنك أنتي أكيد رح تفهميني، بس حاسس هلأ إنه أنتي كمان طلعتي مثله، وكمان حاسس إنه أنتي يا بنتي ما بتحبيني ومثلك مثل إخواتك. لا بابا، أنا لساتني بحبك كتير وما فيني أتخلى عنك. شافي، عادي يا بنتي، عادي، يلا. عم تقولي إنك بتحبيني؟ معناها وثقي فيني. يلي عم بعمله، عم بعمله كرمال سعادتك وسعادة الكل بهي العيلة يا بنتي. تعرفي شو؟ إذا أمك وموهيني عاشوا تحت سقف واحد رح يكون صعب علينا نعيش سوا، وحتى الناس رح يحكوا علينا إنن عايشين سوا وتحت سقف واحد، وهالشي مستحيل. ولهيك أنا فكرت كتير منيح ودرست الموضوع. وبتعرفي وين عمرت بيتكم الجديد؟ قريب من المدرسة. وشو السبب؟ مشان بناتي الحلوين، لأنه هيك رح تضلوا مرتاحين وما رح تتعذبوا. صدقيني أنا بدي إياكم تبقوا مبسوطين عطول، هذا اللي بدي إياه. تعالي شوفي بعينك، تعي. عجبك البيت بنتي؟ حلو ما؟ ممتاز، انبسطت لأنه عجبك.